مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. نحن معكم مباشرة من دير عمار، تحديدا من ساحة بلدية دير عمار، حيث تشهد المدينة والبلدة في هذه الأثناء المنية والجوار بشكل عام تجمعا كبيرا لرفض مطمر المزمع إنشاؤه في يعني في المناطق النائية التابعة لبلدة دير عمار والمعروفة بمنطقة الكسارات. التجمع هو وهذا الاعتصام بالأحرى هو رسمي وشعبي في أن شارك به نواب سابقين مع غياب للنائب الحالي، بالإضافة أيضا لرؤساء بلديات ومخاتير، وكانت هنالك كلمات كانت كلمات لعدد من الشخصيات. نحاول حاج خالد، اول شيء نبلش معك، نحن لايف اليوم. هيدي الصرخة مش الصرخة الأولى اللي عم ترفض في دير عمار والمنية بشكل عام، هيدا المطمر يلي عم تعملو. خانو أفيك حاج، وين وصل المشروع؟ وين وصلت الصرخة بالأحرى؟ وهل عم نشهد تصعيد ملحوظ من قبلكم أنتم كفاعليات بالمنطقة؟ أهلا وسهلا فيك، شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع. طبعا أنت اللي شفته اليوم هو منظر هذا بينقاس على كل المنطقة. يعني هذا المنظر اللي أنت شفته هلأ كل أهل المنطقة لو ما حضروا بشكل عام، بس ولكن هيك أطباع الكل ورد فعل المنطقة كلها أنه هي رفض كل هذا المطمر اللي هو مزعوم هلأ أنه بدي يعملوه بدير عمار. هيمرق هيدا السؤال اللي الكل بيسأله من الآخر، هيمرق هيدا المطمر؟ أنا بقول طالما أنه في هيك ناس بهالهمة هاي ما حدا في مرق أبدا، أنا متأكد 100% مستحيل حدا يقدر يمرق هيك مطمر بوجود هيك ناس عندنا هالردة تفعل. شكرا كثير لك رئيس اتحاد بلديات المنية. اليوم انتم من ابرز الناشطين اللي عم تكونوا بوجه هذا المطمر، سواء هلا ام حتى من الطروحات السابقه اللي كانت، سواء كان مكسرات دير عمار ام حتى مطمر تربل او كل شيء بيتعلق بالمطامر يلي عم تكون محيطه بهيدا القضاء او ضمن هيدا القضاء. لوين وصلت هيدي القضيه ولوين مكملين فيها؟ اهم شيء كناشطين، اولا نحن بدايه اليوم هيدا تجمع يوم البيئه العالمي، هيدي الناس اللي تجمعت كلياتها حتى تقول لوزير البيئه انه نحن بنرفض هيدا المطمر بكل اشكاله، بنرفض اي شيء ينكب بمنطقتنا. نحن عندنا شركه كهرباء، عندنا امراض سرطانيه كثير كبيره، الامراض السرطانيه صارت قاتله نص المنطقه هون، وما ومريض السرطان ما قادر يتحكم بلبنان. نحن بنطلب من الوزير هذا الجبل اللي بده يعملوا مطمر يشجره حتى يخفف انبعاثات شركه الكهرباء. هيدا الناس اللي عم تموت من الامراض السرطانيه، بحر ما عندنا، جبل ما عندنا، ما عندنا شيء. نحن بنطلب من الوزير يكف عن هذا الموضوع نهائيا. شكرا كثير لك سعاده النائب السابق، وفينا نقول الفعلي لانه بعدك عم تكون دائما موجود على الارض. اليوم وين وصل هيدا المشروع القديم المتجدد دائما للأسف، وين وصل هيدا المشروع؟ والسؤال الأهم يلي العالم عم تحب تسأله من الآخر، هل حيصير المطمر ولا لا؟ حجاوبك على السؤال الأهم، هيدا المطمر ما حيصير، هيدي شيلوها من بالهم. لو بدهم ينعمل هلا كان انعمل قبل، وقت اللي حكومات مش تصريف اعمال، كانت حكومات كامله مع ثقه وكان مع السلطه كلها بالبلد. نحن جاهزين، نحن هاي الحكومه ما جربتنا، تسال الحكومات اللي قبلها، جربنا بتربول، جربنا بالفوار، جربنا بكذا مشروع، وقفنا وحنوقف مش كرمالنا، كرمال اولادنا، اولاد اولادنا والاجيال اللي بدها تعيش بهذه المنطقه. لا ثقه
لهذه السلطة المافيوزية وهذا العقل المريض اللي عم بيدير العملية بالبلد. أصلاً هذا العقل المريض المافيوزي هو اللي وصل البلد لهون، هو يلي فلس البلد. البلد مش فلس، البلد نهب، انسرق بهذه المشاريع وبهالطرق بهالطريقة التفكير هاي. اليوم المساء تابعتكم هي ايضا لتعليق المشروع ام لالغائه؟ لان كل المحاولات من قبل كانت لتعليق المشروع، عم نشوف يعني فعليا لانه عم يتجدد طرحه، هل اليوم حيكون تعليق جديد وحنرجع نشهده ربما بعد السنوات المقبله؟ احنا قلنا لهم كلمه ونعدتهم عدنا، نحن قلهم بالمرصاد، تعلق ما تعلق انلغى هذا شانهم. نحن شاننا انه هذا المشروع ما بينعمل، طول ما نحن احياء بهاي المنطقه عايشين ما حنسمح انه ينعمل هذا المشروع، لانه هذا المشروع دمار لهذه المنطقه. منطقه في شيء اسمه كيومولتيف بولوشن افكت، دراسه تقييم اثر بيئي للمنطقه ما انعمل، في معمل دير اعمار واحد وعم بخططوا لمعمل دير اعمار اثنين ومحرقه نفايات ومكب نفايات صلبه، كل هذا بهذه المنطقه. ليش؟ شو الهدف؟ الهدف تحشيلنا صحراء منا صحراء، لا، في ناس في شعب عايش بهذه المنطقه بده يقف ويقول كلمته. شكرا كثير لك سعاده النائب السيد حازم الخير. رئيس يلا يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، يعني هذه الاجواء من هنا من دير عمار، اجواء غاضبه مشتركه شعبيه، وايضا على الصعيد الرسمي هناك رفض كامل لهذا المطمر القديم والمتجدد. هذا كان كل شيء، كان معكم غسان فران، الى اللقاء.